صباح الفل والياسمين على كل اللي بيشاهدونا على قناه الصحه وكمان من برنامج حكاوينا بالمصري. بس قبل ما ارحب بهدى والضيفه اللي معانا، كل سنه وكل اخواتنا الطيبين بصحه وسعاده وعيد سعيد عليكم باذن الله. يلا نرحب بهدى. ازيك يا هدى؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. صباح سعيد ان شاء الله. ان شاء الله عيد فعلا، هو عيد النهارده. ايوه، كل سنه وهم طيبين وربنا يعدي العيد عليكم بسلام، وان شاء الله معاكم. في الثلاث اللي فات كان راس السنه وكنا معاكم، النهارده العيد وكنا معاكم، فان شاء الله نكون معاكم في كل الاعياد وكل المناسبات الحلوه مع هدى وندى ان شاء الله باذن الله. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف مين الضيفه اللي معانا وهيتكلمنا في ايه. ابقوا معنا. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين. ضيفتنا النهارده هتكلمنا عن حاجه جديده موجوده في اوروبا بس لسه ما جاتش مصر. يا ترى هي مين الكوتش او مين الدكتور اللي هتكلمنا؟ يعني انا سعيده جدا ان هي حاجتين في حاجه واحده، مش لايف كوتش بس، هي كمان دكتوره صيدلانيه. يلا نرحب بيها يا هدى. معانا دكتور ولايف كوتش هيام سكر. ازيك يا كوتش؟ طب دكتور ولا كوتش؟ اقول الاثنين يعني ولا انا كل حاجه؟ على فكره هما ثلاثه مش اثنين. ايه الثالثه؟ انا صيدلانيه، لايف كوتش، ومدربه راس. تمام، يعني هتمتعينا النهارده. والاهم ان انا ام الثلاثه، حبيبه وفارس وفريده. اهم حاجه طبعا. كفايه ابتسامه حضرتك على الصبح. ربنا يخليك يا جميل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. جاهزه؟ اكيد. يلا بقى كلمينا، ايه حمله يلا بينا وليه هي لسه ما تواجدتش في مصر لغايه دلوقتي؟ اوكي. فكره يلا بينا ابتدت منين؟ ابتدت بست سويديه جت مصر في الثمانينات، وهي بتحب الجيم والايروبكس وكده، وما نزلت مصر عشقت التراث المصري والرقص المصري والاستعراضات المصريه، فكانت بتدور ازاي تنمي ده عندها لحد ما عرفت ان هي توصل لفرقه رضا وتتدرب على ايد فراشه فرقه رضا فريده فهمي. وفعلا الست السويديه دي قعدت حوالي بتاع 10 او 12 سنه في مصر، شربت كده مننا وخدت مننا الطبع المصري، وخلاص هي عشقت الرقص الشرقي والاستعراضات المصريه. وتزوجت من مصري، وبعد كده رجعت بلدها تاني. بس هي لسه العشق للرقص المصري في قلبها يعني، فقررت انها تفتح دانس ستوديو هناك في بلدها وتعرف الناس على الثقافة دي. وفعلا من ساعتها لحد يومنا هذا هي شغالة لنا هيلث. ولنا بتخلف وبتجيب بنت اسمها أمينة، وأمينة بتتربى على بتروح مع مامتها الاستوديو، بتشوف مامتها طول الوقت بتعمل استعراضات شرقية مصرية جميلة. فشوية شوية الأم تستنى لما بنتها تكبر وبعدين تزقها تقولها يلا بقى أنت إيه محتاجة تتعلمي الرقص، لأن الرقص مهم جدا لكل ست إنها تتعلمه. فهي بقى شابة في يعني أواخر التسعينات أوائل الألفينات، فطب إيه أرقص إيه؟ طب يلا زومبا. فخليتها مدربة زومبا لفترة، وبعد كده هما هناك بيعملوا شو ما شاء الله، يعني كان حضروا عدد لا بأس به حوالي 700 أو 750 فرد، فشغلوا أغنيتين كده عربي ورقصوا عليهم. قد إيه الناس ادتهم فيدباك إنه إيه الجمال ده؟ إيه المشاعر اللي إحنا حسينا بيها دي؟ في حاجة بيوند إن إحنا نقف كده ونعمل تمارين عن طريق الرقص، في حاجة أكبر من كده لما سمعنا الموسيقى الشرقية. فهما الاثنين قرروا يوميها ان هما يقعدوا يقفلوا على نفسهم سنه ويعملوا فيتنس بروجرام، بس مش زي ما احنا متعودين زي الزومبا والكوريو والحاجات دي، لا هو فيتنس بروجرام بتخش الكلاس الساعه كامله على اغاني شرقي بس. فحاليا مفيش غربي، مفيش غربي خالص. هتاخدك كده في تور في رحله من اول بقى بلاد المشرق،
سوريا، لبنان، العراق، بل رأس بلدي مصر، خليجي، بلاد المغرب، راب، شاب خالد. فطول الكلاس فانتي ايه كانك كده ركبتي كده الموجه والطياره بقى بساط الريح كده زي زمان، وعماله زي الاستعراضات بتاعه زمان بالظبط بتاعه اسماعيل ياسين وليلى مراد وبتاع وبساط الريح ومن هنا لهنا لهنا لهنا. والاحلى انه بتحسي انك لبستي كده روح نيلي وشريهان كده في الفوازير، وحاجه جميله، حاجه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. بقى لنا فتره بنسمع اغاني غربي تقريبا مش فاهمين نص الكلام لانها برازيلي واوا وبيبقى فيه بيت عالي جدا، فانت بيبقى صعب تو كاتش الانستراكتور اللي شغاله عايزه تقلديها، وعلى ما بتلحقي تجيب الحركه بتكون هي خلاص خلصت الاغنيه. فهنا مود مختلف تماما، هنا تيست شرقي. وطلعت البروجرام 2016 على ما اعتقد، ابتدت تلف بيه دول اوروبا، واخيرا السنه دي قررت ان هي تنزل لاول مره في الشرق الاوسط، تدي الكورس بتاعها في اكتوبر، وده لك لحظي لان انا كنت بدور بقالي حوالي سنتين ثلاثه، يعني انا بدعبس في انواع الرقص وعايزه اربطه بالكوتشنج، لانه انا عارفه ومتاكده ان ليه. انا عايزه اسال السؤال ده، ايه علاقه الكوتشنج بالرقص؟ الكوتشنج ايه هو الكوتشنج؟ الكوتشنج ده حد بيساعدك عن طريق كونفرسيشن، عن طريق حوار، ان انا اطلع بيكي لقدام، اخد بايدك كده واطلع بيكي لقدام. فعشان اطلع بيكي لقدام بيبقى فيه هنا شويه حاجات كده موقفانا في دماغنا، معتقدات، مشاعر، افكار. فلو انا صلحت افكاري هعرف اصلح افعالي، فبالتالي هعرف اطلع لقدام واوصل لهدفي. من الحاجات السريعه جدا اللي بتفضي المشاعر السلبيه، فبالتالي بتعمل مايند كلاريتي كده، بتنظف دماغي كده، فتخليني اخد قرارات واطلع لقدام بمنتهى التحفيز والسعاده والتشجيع، هو الرقص. الرقص في 3 دقائق ويمكن اكتر، ده مده الاغنيه، ممكن يقلب حالك من حال لحال. يعني نقدر اقول ان الهدف من حمله يلا بينا ان انا بغير مودي من النيجاتيف لبوزيتيف. يس، ده هدف رقم واحد. ده لو احنا اتكلمنا في الرقص ان جنرال، لكن لو اتكلمنا الرقص للستات، فالست في الشرقيه محتاجه شويه ثقه بنفسها، والاهم حب لنفسها. ودول بيتموا برضو بسرعه شديده جدا في ظرف 3 دقائق على ما الاغنيه بتخلص. فعلا بتحسي كده انك حاسه بموجه من السعاده، بموجه من الثقه بالنفس وحب الذات. وده معنى كده احنا الكلاس لما هيبدا احنا مش بنبدا لقص على طول. انا بزود عليه بقى حته عشان اربط الرقص بالكوتشنج، انه طب ما تيجي نقعد نعمل الاول شويه مديتيشن او تامل، نخش كده جوه نفسنا ونهدى ونطلع كده كل الاسترس بتاع اليوم بكل دوشه ومشاعرنا وافكارنا والضغط اللي احنا فيه واحساس بالدونيه شويه و كل ده كده بنركنه على جنب، فبيحصل مايند كلاريتي كده، تبقي بذهن صافي، وبيساعدك انك تبقي في حاله كده سلام نفسي كده وانت داخله الكلاس بتاع يلا بينا. مش هيختصر على الرقص البلدي بس، لا لا احنا كده هناخد كل زي ما انواع الفنون من بلاد المشرق لبلاد المغرب، كل بيبقى مدته قد ايه الكلاس؟ هي ساعه زيه زي اي كلاس فيتنس يعني. هي الاماكن بتاعته فين؟ والله لسه بقى طبعا الموضوع لسه، احنا عددنا قليل، احنا حوالي تقريبا 10 انستراكتورز، في منا 2 كويتا زمايلنا في الخليج ما شاء الله عاملين نجاح باهر هناك، واحنا لسه في مصر بنبتدي تقريبا، بيبقى تجمع رحاب مدينتي مصر الجديده، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نغطي الاماكن، بس احنا لسه في البدايات ان شاء الله باذن الله، واميره يعني امينه هتتوسع بعد كده باذن الله، هيبقى في انستراكتورز كتيره بعد كده اللي يلا بينا باذن الله، لانه تاثيره مش فتنس هخس، طبعا هخس، بس في تاثير نفسي ما وراء الكلاس مهم جدا لكل ست شرقيه. طيب هخرج بعيدا عن يلا بينا والرقص، اللايف كوتش كتير بقى دلوقتي، لايف كوتش لايف كوتش لايف كوتش، اي سيشن بياخده مش عارف لايف كوتش. طب انا ازاي اعرف فعلا ده لايف كوتش فعلا لايف كوتش؟ وان ده نسخة الأصلية يعني. طبعا يعني لدرجة ان الناس ما بقتش عايزة تتعامل مع حد يقول لك كل الناس بقت لايف كوتش. ده حقيقي،
ده حقيقي، وده للاسف يعني مش عارفه اقول للاسف، المفروض ننبسط على فكره من الثقافه دي، انه احنا ابتدينا نشتغل على نفسنا واحنا كنا لحد وقت قريب ما بنشتغلش على نفسنا. فاحنا المفروض ننبسط انه بقى في لايف كوتشز كتير يا جماعه، ده معناه ان في وعي نازل وده حاجه حلوه. فاحنا محتاجين نبص للبرايت سايد. احيانا بيبقى في شويه بيستعجلوا حبايبي، بيبقوا لسه في بدايه السكه ومحتاجين شويه شهادات وشويه ثقل، بس هم نفسهم ينزلوا يساعدوا الناس. فده اللي بيحصل حواليه، هنا بقى بيحصل شويه مشاكل، فالناس تتضايق وتقول لك ده كل الناس بقت لايف كوتش. انت من حقك دايما في اي سيشن انت داخلها انك تطلبي انك تشوفي الشهاده بتاعه الكوتش. كنت لسه اقول لحضرتك في رولز اكيد طبعا. ايه الرولز بقى بتاعه اللايف كوتش؟ ان انا اقدر اول ما اشوفه اقول فعلا هو ده اللايف كوتش الصح. ايه الشهاده؟ رقم واحد انك انت من حقك انك تطلبي انك تشوفي الشهاده. بس انا ببقى شايفه انه الثقه دايما بتبقى رقم واحد قبل الشهاده. احنا شعب عاطفي وعندنا العاطفه قبل العقل. فاحنا ايه رايكم ان احنا نمزج الاثنين كده مع بعض ونقول انه ماشي، انا حد من اصحابي شفت عليه تغيير وشفت انه ما شاء الله بقى حد مشرق وايجابي وبيحقق اهداف، فسالت انت عملتي كده ازاي؟ فقالت لي بالكوتشنج. طب فين فلانه الفلانيه او فلانه الفلانيه؟ واحنا الحمد لله كلنا ممتازين. فطيب تمام، فده رقم واحد. دي العاطفه خدتني ان انا شفت تغيير على حد فعلا بعيني، فانا شايفه فعلا تغيير. فانا رحت وسالت عملتي ده ازاي؟ فقالت لي هنا المكان، هنا عند الفلانه الفلانيه. اوكي هروح، وانا ليا كل الحق ككلاينت ان انا اطلب الشهاده، اشوف الشهاده بتاعه الكوتش بتاعتي. كلنا ربنا خلقنا جوانا حساس، جوانا ميزان يقول لي صح من الغلط. فانا ممكن من اول قعده وممكن من اول قعدتين احس ان انا صح ماشيه في الطريق ده صح، ولا محتاج ان انا اعمل شيفت للطريق بتاعي. فرقم واحد تغيير شفته على حد، ثقه. بعد كده رقم اتنين انا من حقي ان انا اسال على شهاده. رقم ثلاثة انا بقيس نفسي، هل انا فعلا بوصل لهدفي؟ يعني انا رايحه ليه؟ او انا رايحه ليها ليه؟ لو انا اللي انا عايزاه بيتحقق يبقى انا ماشيه في طريق صحيح. دكتور حضرتك قلتي في الاول، حضرتك دكتوره صيدلانيه، حضرتك لايف كوتش، ايه اللي خلى حضرتك تتجهي من دكتوره الصيدلانيه للموضوع ده يعني؟ انا بحب الصيدله جدا. انا من الحمد لله انا اوائل ثانويه عامه، اوائل دفعتي في صيدله، فالحمد لله من غير دروس يعني. انا بحب الصيدله جدا، بس ما كنتش فاهمه انا بحب في الصيدله ايه. يعني هو انا بحب، انا اشتغلت فتره في شركات ادويه بس ما لقيتش نفسي. يعني طبعا كلنا ما بنتحط في مكان بنبقى عايزين نسبه جداره، لكن هل انا مبسوطه في المكان ولا لا؟ يعني ما لقيتش نفسي، ما لقيتش السعاده دي في شركات الادويه، لاني طول الوقت انا من 8 ل 3 وشي في وش الجهاز، فانا ما بكلمش حد. بحب الصيدله، بحب الصيدليه. لان كان عندي دايما فكره بتقول انه العيان مش جاي ياخد دواء ويمشي، العيان ده حدوته، وان ثلاث ارباع علاجه ان انا اسمع الحدوته دي قبل من انا اصرف دواء. فما كنتش فاهمه انه انا بعمل كوتشنج من غير ما اعرف. حلقه توفى. انا كنت يس. فقعدت كده فتره، وبعد كده قعدت في البيت للولاد، طبعا كان ليهم الاولويه هم صغيرين. لما جيت ارجع لقيت الدنيا اتغيرت، يعني قعدت 10 سنين في البيت. فلما جيت ارجع حسيت انه انا محتاجه اشتغل على نفسي. ما ينفعش ايام تنزل كده تاني، يعني ايام محتاجه تعوض العشر سنين دول. فعشان اشتغل على نفسي رحت اقرا في التنميه البشريه والسايكولوجي، فعجبني وتشديت. وهنا عرفت حلقه الوصل ما بين حبي للصيدله وحبي للكوتشنج، انه كلتاهما انا بسمع للناس. هي دي حلقه الوصل بتاعتي. فمن هنا رحت للكوتشنج، ويظل عشقي للرقص وفرجتي على نيلي وشريهان زمان في دماغي وفي قلبي وفي عقلي طول الوقت. فكان نفسي جدا ادمج بقى الثلاثه دول مع بعض. كل حاجه بحبها. طيب كوتش، في الكلاس ازاي بتدمجي التواصل بينك وبينهم، تواصل بالعين وبالاذن وبالقلب عشان يحسوا؟ اوكي انا بحب دايما اسالكم انتوا جايين تعملوا ايه؟ جايين الكلاس ليه؟ فطبعا بتبقى الاجابات الاولانيه انه نخس. شأننا شأن كل ست في الدنيا، حتى لو قد كده كان عايزه اخس. بس انا بيبقى عندي يعني راي تاني،
انا عايزه اخس، بس احنا عندنا زي ما قلت لك مشكله الستات الشرقيه، ثلاث ارباعنا بنخاف نبص لنفسنا في المرايه. صح. وكل كلاسز الفتنس انت في مرايه كبيره قوي قصادك، محتاجه انك تتفرجي على نفسك طول الوقت. فهي علاقه بتتبني من اول وجديد. فانا بنبههم للعلاقه دي، انه اتفرجي على نفسك، انت بتقدري تعملي ده. من الحاجات دايما اللي بتوقف اي حد انه يتشجع ويرقص في اي مكان في العالم كله، انه بيخاف من حكم الاخرين عليه. فلو احنا عملنا اتفاقيه في اول الكلاس انه انا مش جاي اتفرج على حد، انا جاي احب نفسي، انا جاي انبسط، ده وقت سعادتي. انا طالما نزلت من بيتنا وجيت لحد هنا ودفعت بنزين ودفعت فلوس للكلاس، يبقى انا هستفيد من الكلاس ده باقصى استفاده ممكنه، لان انا هدخل هعمل معاهده سلام مع نفسي، معاهده سلام مع جسمي. فالموضوع اكتر بكتير من ان انا داخله بقى كلاس واقعد ابص لدي بتعمل ازاي واقعد اتريق على دي ان انا مش عارفه تعمل حركه. الموضوع اكبر من كده بكتير، كلنا ما بنعرفش نعمل حركات، ومين فينا مولود بيعرف اصلا؟ بس فاحنا لو عرفنا ده وعرفنا ان كل حاجه بناخد، اي حاجه في الدنيا بنتعلمها باي براكتس، تدريب 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 تدريب، خلاص انت جايه هنا عشان تنبسطي. هي سكيلز. يس، هي سكيلز زيها زي ما بتتعلمي الطبيخ. انت يعني يوم ما وقفتي قصاد البوتاجاز كنت شاف ماهر اكيد؟ لا. يا اما دلقنا حلى الرز عادي. بس فهي نفس الحكايه كده. فلو اتعلمنا، لو بصينا للكلاس ان دي فرصه ليا ان انا احب نفسي واكتسب ثقه واتمني سعاده واخرج بني ادمه كل نشاط وحيويه للدنيا بره، اكيد هتبقى نظرتي للكلاس مختلفه. يعني انا اقدر اقول ان الكلاس هنا بيساعدني ان انا اغير من مودي وان اخس. يس. وان احفز نفسي بخرج حاجه تانية خالص، بعمل علاقه جديده مع نفسي. بصي اي حاجه في الدنيا عشان يعني في حياتي محتاجه اغيرها، انا محتاجه اغير نفسي انا الاول. أفصل. انا 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 افصل، انظف ده من كل الدوشه، فاسمح بدخول الحاجات الايجابيه. ما هو كل ده مليان زحمه هنا، فانا مش عارفه ادخل اي حاجه حلوه. نص الكوبايه اللي مليان ايه يا جماعه؟ انا مش شايفه. في دوشه كتيره. فانا طول ما انا بفضي ده بيساعدني ان انا استقبل الحاجه الحلوه او الحاجه الايجابيه. الناس اللي بتتريق عليك تقول لك انت من لالا لاند، لا هي مش لالا لاند، دي شطاره مني ان انا عارفه احط ده على جنب. يس. وان انا انت قلتي لي لايف كوتشز مليانين، قلت لك ايه؟ ده حاجه حلوه. ده وعي يا جماعه، انتوا زعلانين ان في وعي. دكتور يعني نقول مثلا من سن كام ولا مش سن معين؟ يعني حضرتك بتقولي عندك بنات صح؟ اه بيروحوا معاكي الكلاس مثلا؟ الكبيره، الكبيره 14 سنه، هي مش بتروح معايا بس بتتدرب معايا في البيت. انا وهي بنقعد نتدرب. كلاس لوحدك. برايفت. طب نفترض ان مثلا جات لنا مكالمه على التليفون دلوقتي سي، وواحده بترد عليكي بتقول لك انت بتتكلمي على الدانس والكلاس وكل حاجه. طب انا سني 40 سنه. اوكي. ومش قاعده انا 40 سنه. قريه من قرى الارياف، ازاي اعمل اللي انت بتقولي عليه ده؟ أوكي. الحاجات دي للترفيه اللي هم المدن. اوكي. هي فعلا يعني جيتي على الجرح. لا هو اخر راوند ليا في السيمينار بتاعي كان معايا حد نفس الكيس كده. وكان انا صراحه كنت جايباها علشان اثبت النظريه اللي انت بتقولي عليها، انه احنا كلنا اتخلقنا نرقص. وي ار بورن تو دانس. لو احنا شفنا احنا امتى بنبتدي نرقص، ففي الحقيقه احنا بنرقص واحنا اجنا في بطون امهاتنا. فلو الام قاعده بتسمع ميوزك فهتلاقي كده ايه، في ضربات البيبي جوه في بطنها بيرقص معاها. البيبي عند سن 6 شهور قبل ما بيتعلم ياكل ويمشي ويتكلم ويعمل اي حاجه، جاست انه قاعد. لو شغلتي ميوزك هتلاقيه بيتحرك لا اراديا. وهو كمان جنين في بطنها. لما هي كانت بتسمع ميوزك هو كمان بيسمعها، فهو ممكن اوريدي لما بيتولد بيكون حاسس. على فكره هو بيسمع اصلا البيت، الاهم حاجه هي البيت. فاول بيت بيسمعه هو قلب الام، بوم تك بوم تك. فهو اول حاجه بيسمعها هي الميوزك دي. فاحنا ده البدايه واحنا لسه اجنا. بعد كده زي ما قلت لك واحنا في 6 شهور، مجرد انه ان الظهر استقام، يعني العمود الفقري استقام، فعارف البيبي عارف يقعد. فلو اي ميوزك بتشتغل بتلاقي البيبي بيتحرك على طول تلقائيا. فوي ار بورن تو دانس، يعني احنا شاننا شان اي حاجه في الطبيعه بتتمايل. زي الشجر بالظبط. فاحنا اصلنا كله احنا مخلوقين نتمايل كده. فست بقى جايه من قريه
ست جايه من مدينه، ست جايه من المريخ، لو فيها جيناتنا البشريه فهي ريدي انها ترقص من غير اي حاجه. وي ار بورن تو دانس، احنا فينا الجينات. نعم، من غير سن معين، من غير سن معين، من غير اي حاجه. ده احلى ستات تتفرجي عليهم، سبعينات وثمانينات وبيرقصوا. بس حضرتك بقى بتاخدي من سن كام مثلا؟ انا بحب علشان من الرقص بنطلع للكوتشنج، فانا بحب جدا سن الثلاثينات في الست. ليه الثلاثينات؟ لانه احنا اول 20 سنه، اول 25 سنه من عمرنا بنبقى كده قاعدين بنحقق احلام الاخرين. ذاكري يا حبيبتي عشان تطلعي تخشي كليه الطب، صح؟ فتخشي كليه الطب، يلا يا حبيبتي عشان تتجوزي، يلا يا حبيبتي عشان تخلفي. فاحنا طول الوقت احنا ما بنلحقش نحلم، يعني ما عندناش اوبشن انه انا نفسي في ايه دي. انا ما بقفش اسال نفسي انا نفسي في ايه، ما بقفش اسال نفسي انا سعيده ولا لا. ليه؟ لان لحد 25 28 كده انا بعتقد ان سعادتي ان انا اتخرج من الجامعه واتجوز واخلف، هي دي السعاده. يعني هم قالوا لي كده، يعني هي فكره المجتمع بتقول انه الست لازم تخلص تعليمها وتتجوز وتخلف، تمام يعني. بس 28 30 خلاص ماشي، انت اتجوزتي خلفتي. عارفه كل الكلام اللي حضرتك قلتيه ده فكرني بايه دلوقتي، وفعلا حسيت ان فعلا الكلام اللي انت بتقوليه صح. كان في فيلم كانت الفنانه يسرى عزة ابو عوف كانوا عاملينه، وكان تامر هجرس هو المدرب الرقص. ايوه فكانت هي الست اللي هي بتخلص شغل بيتها وشغلها، وكان عليها ضغط. أيوة. لما تمام. كانت بتعدي في الشركه في الدور اللي فوق او اللي تحت، وشافت الدانس فقالت هجرب، فمره في مره رجليها راحت فتغيرت لحاجه تانية خالص. ده هي فصلت، هي نورت فعلا. صح، انت هي نورت، هي لمض مطفيه. يس، هي نورت فعلا. نورت، لانه هو يعني احنا ربنا جابنا الدنيا علشان نعيش سعاده فيها. بس احنا بنبقى فاهمين السعاده ان احقق احلام الاخرين او طلبات الاخرين، فهي دي السعاده. فلما اقعد 30 سنه من عمري عمال احقق طلبات الاخرين، فجاه بلاقي نفسي ايه ده، انا مش سعيده. ممكن يكون بعد 30 كمان. اه يعني قبل ما انا استوعب بقى اللي بتبقى كل واحد ده حقيقي فعلا. بيبقى كل واحد على حسب الـ يعني التربيه اللي اترباها والثقافه اللي اتعرض ليها والبشر اللي قابلهم في حياته. ففي ناس بتوصل لده بدري جدا، تلاقيها 28 سنه خلاص هي ريدي لده، وفي ناس بتاخد لحد 45 سنه و50 سنه علشان تيقن ان هي اداه في احلام الاخرين، وهي لسه ما وقفتش وسالت نفسها هل انا سعيده كده؟ عارفه الناس اللي بيطلعوا في الافلام بيقول لك ايه؟ على فكره السعاده مش في الفلوس، السعاده مش في مش عارفه ايه، هي حكم جميله، بس اللي بيوصل لده بياخد وقت على ما يوصل لها. يعني هتعدي الايام وهتشتغلي وهتقبضي يبقى معاكي فلوس، ماشي الحمد لله بقبض كل شهر، بس لسه مش سعيده. طب السعاده انك تجيبي عيال، تجيبي بنت وبعدين يقول لك اخاويها فتخاويها، لا هاتي ولد فجيبي الولد. ستيل معايا البنات ومعايا الصبيان ومش سعيده. طب هو في ايه؟ طيب كوتش، هي للاسف الفقره بتاعتنا خلاص. اوكي، ختام بقى، نختم باللي هو ايه احلامك، او انت حاسه ان انت حققتي الحاجه اللي انت كنت ناقصاكي؟ يس، ده سؤال مهم جدا. هو انا خدت خطوه ناحيه الحلم الكبير. الحلم الكبير اتمنى ان يكون في حد سامعني، انا عايزه ستات في بهية يرقصوا. في بهية؟ طب تساعديني واساعدك ان احنا نروح حمله هناك؟ يا ريت يا ريت يا ريت. في دكتور اسمه توني اتكنز. يس. وهو اللي جاب يعني استوحيت منه الفكره دي. الدكتور ده بيعمل جراحات مخ واعصاب للاطفال. تمام. بيستخدم الرقص، وهو الفيديوهات بتاعته على الفيسبوك ماليه الفيسبوك. كنت قبل كده قلتي لي في الراديو لما استضفتك محمد علي كلاي. انا معاكي في الحمله دي، فيا ريت، لان ده الحلم الكبير ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب. انا سعداء بيكي جدا يا دكتور. معلش اخر حاجه، لو دلوقتي حد شايفنا وعايز يتواصل مع حضرتك نعمل ايه؟ هي بقى على الصفحه ان شاء الله. البيج ايه؟ طيب اسمها ايه؟ اسمها هابي سيرتز هيام سكر. تمام، هابي سيرتز ثلاثينات اهي. هابي سيرتز هيام سكر. انا سعداء بيكي جدا. كلنا هنتواصل مع حضرتك ولازم نروح. اهلا وسهلا بيكم، تنوروني ان شاء الله باذن الله. ميرسي. تعالوا نطلع فاصل ونشوف الفقره الثانيه هيكون معانا ايه.